عندما نتحدث عن هذه المعونات التي تدخل عبارة عن 20 شاحنة بالكاد 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 لا ترتقي للحد الأدنى من المتطلبات للحالة المزرية التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة. ونحن نقول أيضا يعني أن هذه مسألة إنسانية بإدخال الدواء والغذاء إلى أهلنا المنكوبين في داخل غزة، لكننا ما نريده أن توقف هذه الحرب، يوقف شلال الدم المتدفق من أجساد أهلنا وأخوتنا والنساء والأطفال من أبناء شعبنا في غزة، وأيضا الانتهاكات الجرائم اليومية التي تنتهك بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وفي المخيمات في كل المناطق. لابد أن يقف هذا العالم يعني مرة واحدة اتجاه ما طلبه الحالة الإنسانية، وأن يوقف وأن يلجم هذا الاحتلال عن هذه الجرائم التي امتدت وأصبحت يعني تفوق الوصف نعم، والعالم ولم يعني تعد خافية على أحد سيد محمد. يعني إذا ما تحدثوا معك عن الوضع الإنساني والحديث عن التدفق الذي ينبغي أن يكون كاملا، وهي إحدى النقاط الهامة والبارزة التي ذكرها فخامة الرئيس السيسي في قمة هذه أو هذا النهار، لكن آخر الأخبار تفيد بأن 10 ناقلات فقط هي من تم السماح لها بالدخول عبر معبر رفح. هل يعد ذلك كافيا؟ ولماذا هذا النوع من التقليص في ظل اتفاق وتصريحات من بايدن وأيضا من غير بايدن بأن هنالك حديث عن 20 شاحنة، اليوم نسمع أو نقرأ 10 شاحنات فقط؟ سيدي، أولا يعني كلما ذكر عن الشاحنات التي لابد أن تدخل منذ أيام، وهم يقولون أن عبارة عن شاحنات أو 20 شاحنة ستدخل، لا 20 ولا 100 ولا 200 أمام هذا الطوفان من المتطلبات الحياتية والإنسانية لأهلنا في غزة لا تكفي. ونحن كما قلت يعني نريد هذه المدخولات من الغذاء والوقود والأدوية، خاصة الأدوية نحن بحاجة إليها، أهلنا في غزة بحاجة إليها، لكنهم بحاجة إلى أن يوقف هذا الظلم الكبير والقتل وحالة الحرب على أهلنا في غزة. نحن نريد أن يوقف حمام الدم، نحن نريد أن يوقف هذه الحرب التي يعني ليست متكافئة، والتي فعلا يجب أن يكون هناك وضع حد لها. أنا يعني عندما نتحدث عن الزيارات واللقاءات والمؤتمرات التي تحدث، لكنها وللأسف الشديد لم تسفر لغاية الآن عن أي شيء لوقف هذه الحرب المسعورة ضد أهلنا وشعبنا. نحن بحاجة إلى من يقرع الجرس ويقول ويحذر بالفم من استمرار هذه الحرب ومن استمرار هذا الدم نعم، المتدفق. أنت يعني ذكرت الدواء وأهمية ضرورة إدخاله، وهذا يقودنا إلى حديث عن استهداف مباشر لكافة المواطن الصحية، وأقصد هنا المستشفيات والمراكز الإغاثة، وعفوا المراكز الصحية بمختلف مشاربها ومسمياتها. اليوم هنالك تهديد لمستشفى القدس، ومديره رفض رفضا قاطعا وقال لن نخرج حتى لو انتشلنا أشلاء. يعني برأيك كيف نقيم هذه الخطوة اللا إنسانية التي تضرب بالقانون الدولي والتي تضرب بما يسمى بإدراج هؤلاء في جرائم حرب عرض الحائط؟ والله للأسف الشديد يعني هذه الدولة المجرمة، دولة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية وكل المعاهدات وكل الاتفاقيات، واليوم يقف معها الحكومات التي تنادي بالإنسانية والعدالة والديمقراطية. أنا أرى أنها كل هذا الظلم، ظلم الدول وظلم القوة
القوة التي تهيمن على المجتمعات وعلى الدول الفقيرة وعلى الدول الضعيفة ونحن ندفع الثمن. لكني أقول أن عقارب الساعة لن تعود إلى وراء، ولن يكون هناك نكبة ثانية كما حصل عام 48. يقول الشعب الفلسطيني وبملء الفم أننا موت صامدون، يعني صامدون في أرضنا، في وطننا، في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة التي يعيش عليها أكثر من 1 مليون شخص. لكن رغم كل هذه التضحيات، مهما كبرت ومهما توسعت، إلا أنه لن تكون هجرة ثانية. كل يوم يطلبون إفراغ مستشفيات ومدارس ومدارس، حتى مدارس الأونروا طلب منها إخلاء كافة من فيها من لاجئين.